كل القنوات الإعلامية التي تحاول أن تنقل ما علينا في منطقة الحصبة أو بالأصح جزيرة الحصبة، فأننا أصبحنا في منطقة يعني شبه جزيرة، نعاني من كل يعني ما تسببت به لنا الحرب من تدمير كامل وشامل منازلنا. فأنا أحد المضطرين، أمتلك منزل يتكون من 7 طوابق كلها تعرضت للقصف بغير أي ذنب بدون أي سبب، لا نعلم ما هو السبب، ولكن تم إحراقها بقانون الإحراق التام، فقطعوا كل أسباب المعيشة فيها من كهرباء وماء وتلفون، فلم نستطيع أن نتواصل مع أحد ولم نستطيع أن نخرج حتى من المنازل بسبب القصف الدائم على الشوارع والمنازل وكل البيوت المجاورة لنا. فمن خرج من منزله قتل، ومن جلس داخل منزله قتل، فلم ننجى بحياتنا إلا بعجوبة. رغم الأسلحة التي استخدمت في قصف منازلنا الثقيلة والتي هي يعني تحكي وضع إنساني صعب، لما عانيناه من خسائر نفسية واقتصادية ومادية. اقتحموا منزلي في تاريخ 2/6 واستحلوا البيت ونهبوا لمدة 12 يوم. كان فكرة عسكرية. من ايش بقوة؟ قوات حرس جمهوري. طيب تكلم. هذا اللي انا اعرفه. نهبوا المنزل 3 دور، حرقوا 2 سيارات، نهبوا محلات تجارية. ما يقدر 53 مليون ريال اللي نهبوا من البيت والمنزل وقصفوا البيت، هذا ما عنده سبب. عرضت عليهم مبلغ 20,000 لكل جثة مقابل الدفع، بينما دفعت للمواطنين بعض بصل إلى ملايين الريالات، لكن هؤلاء ليسوا مواطنين يمنيين حتى تدفع مبلغ 20,000، إهانة أوصل قيمة المواطن اليمني إلى 20,000 ريال، يعني هذه مأساة.